طلابنا الأعزاء، طلاب المسار التكنولوجي الصف الحادي عشر مادة علوم الحاسب، نرحب بكم في درس جديد من دروس الوحدة الأولى هياكل البيانات، ودرسنا اليوم بعنوان القوائم الجزء السادس. تعلمنا في الدروس السابقة تعريف القائمة، الصيغة العامة لتعريف القائمة، إنشاء قائمة مثال 1 و2 و3، الوصول إلى عناصر القائمة، استخدام الدوال مع القوائم. واليوم سنتعرف على المزيد من الدوال الجاهزة المستخدمة مع القائمة، وهذه الدوال هي دالة أبند ودالة ريموف. أهداف الدرس: 1- إضافة عنصر جديد للقائمة باستخدام الدالة أبند. 2- حذف عنصر محدد من القائمة باستخدام الدالة ريموف. نبدأ بالهدف الأول من درسنا اليوم، وهو إضافة عنصر جديد للقائمة باستخدام الدالة أبند. list name وهو اسم القائمة، dot أبند اسم الدالة، ثم أقواس دائرية وبينها العنصر المراد إضافته وهو X. الوصف: إضافة العنصر X في آخر القائمة. إذن عملية أبند تقوم بإضافة عنصر جديد إلى نهاية القائمة. نستعرض معا مثال رقم 8 بالكتاب المدرسي صفحة 20. grades وهو اسم القائمة يساوي، ثم أقواس مربعة وبينها عناصر هذه القائمة. grades.append الماء تقوم بإضافة عنصر ماء إلى نهاية هذه القائمة. grades.append 73 تقوم بإضافة العنصر 73 في نهاية القائمة. print grades تقوم بطباعة القائمة grades على الشاشة بعد إجراء التغييرات اللازمة. والآن نقوم بمشاهدة الناتج. كما نشاهد عزيزي الطالب، العناصر هي 89 88 98 95، وهذه العناصر هي عناصر القائمة الأصلية. ثم بعد ذلك نضيف عليها العنصر ماء لنهاية القائمة، وبعد ذلك تم إضافة العنصر 73 لنهاية القائمة. العنصر الأول وهو ذو الفهرس رقم 0، والعنصر الأخير ذو الفهرس رقم 5. إذن القائمة أصبحت تتكون من 6 عناصر. نستكمل الهدف الأول من درسنا اليوم، وهو إضافة عنصر جديد للقائمة باستخدام الدالة أبند. يمكن استخدام عملية أبند لإنشاء قائمة كمدخلات من المستخدم، والقيام بذلك علينا إنشاء قائمة فارغة. نستعرض معا مثال رقم 9 بالكتاب المدرسي صفحة 20. في البداية نقوم بإنشاء قائمة باسم Subjects، وهذه القائمة هي عبارة عن قائمة فارغة. ثم بعد ذلك نقوم بإنشاء تكرار for للقيام بإدخال 3 مواد، فنستخدم range 3. print type subject رسالة تظهر للمستخدم لإدخال المواد. ثم بعد ذلك subject.append input، input دالة تستخدم لإدخال هذه المواد، وبعد إدخالها يتم إضافتها إلى القائمة الفارغة. وفي النهاية نقوم بطباعة القائمة. والآن نلاحظ تنفيذ هذا البرنامج. في البداية تظهر الشاشة Type Subject 0 تطلب طباعة العنصر الأول. أدخلنا المادة الأولى وهي Math، ثم يطلب منا Type Subject 1 إدخال العنصر الثاني، تم إدخال Physics، ثم Type Subject 2 العنصر الثالث، أدخلنا المادة History، وبعد ذلك نقوم بطباعة هذه القائمة وهي Math Physics History، أي مكونة من 3 عناصر. ننتقل إلى الهدف الثاني من درسنا اليوم، وهو حذف عنصر محدد من القائمة باستخدام الدالة Remove. العملية list name وهو اسم القائمة، dot remove اسم الدالة، ومن ثم أقواس دائرية، وإكس العنصر المراد حذفه. وصف هذه العملية: يزيل عنصر إكس من القائمة. إذن عملية ريموف تحذف عنصر محدد من القائمة.
والآن لنستعرض معا مثال رقم 10 بالكتاب المدرسي صفحة 21. grades وهو اسم القائمة يساوي ومن ثم بين أقواس مربعة عناصر هذه القائمة، وكما نلاحظ تتكون من 6 عناصر. grades اسم القائمة dot remove وهي دالة الحذف، ومن ثم العنصر 88 وهو العنصر المراد حذفه من هذه القائمة. print grades لطباعة القائمة وملاحظة الناتج. والآن نشاهد الناتج عز الطالب. نلاحظ القائمة الناتجة تتكون من 5 عناصر: 89، 98، 95، 173. وكما نلاحظ تم حذف العنصر 88 من القائمة. والآن نستعرض معا مجموعة من الأنشطة على درس اليوم، ونبدأ بنشاط رقم 1. ما ناتج المقطع البرمجي التالي؟ كما لاحظ عزيزي الطالب هناك قائمة باسم num، وهذه القائمة مكونة من 5 عناصر هي 9، 7، 8، 10، 7. ثم بعد ذلك نقوم بحذف العنصر رقم 7 من القائمة باستخدام num.remove7. بعد ذلك print num وهي طباعة القائمة بعد إجراء تغيير لازم. نلاحظ الناتج 9، 8، 10، 7، أي أن القائمة الناتجة تكون من 4 عناصر. كما تلاحظ الطالب تم حذف العنصر رقم 7 من القائمة، ولكن العنصر الثاني الذي يحمل نفس القيمة هو 7 لم يتم حذفه. إذا نستنتج أن عملية remove تقوم بحذف أول عنصر محدد فقط من القائمة. والآن لنستعرض نشاط رقم 2. ما ناتج المقطع البرمجي التالي؟ والمقطع البرمجي هو num اسم القائمة ومكون من 4 عناصر هما 9، 8، 10، 7. ثم بعد ذلك نقوم بتنفيذ الأمر num.remove 5، أي حذف العنصر 5 من القائمة. وبعد ذلك نقوم بطباعة القائمة على الشاشة. كما نلاحظ عزيزي الطالب فإن العنصر رقم 5 غير موجود في هذه القائمة. إذا ما الذي سيحدث؟ نلاحظ الناتج value error، أي أن هناك حدث خطأ. x is not in the list، أي أن العنصر غير موجود في القائمة. وهذا الخطأ من نوع خطأ وقت التنفيذ runtime error. والآن نشاط رقم 3. اختر الإجابة الصحيحة. نبدأ برقم 1. لإضافة عنصر إلى القائمة نستخدم الدالة، والاختيارات هي sum، append، count. والإجابة الصحيحة هي append، صحيح. رقم 2. عملية append تضيف عنصر جديد إلى، والاختيارات هي بداية القائمة أم منتصف القائمة أم نهاية القائمة. والإجابة الصحيحة هي نهاية القائمة، صحيح. رقم 3. لحذف عنصر محدد من القائمة نستخدم الدالة، والاختيارات هي remove، clear، delete. والإجابة الصحيحة هي بالتأكيد remove. رقم 4. الصيغة الصحيحة لإضافة العنصر x إلى القائمة list هي، والاختيارات هي list.append وأقواس مربعة واسم العنصر x، أم list.append وأقواس دائرية واسم العنصر x، أم بدون اسم القائمة فقط append وأقواس دائرية. والإجابة الصحيحة هي صحيح الإجابة الثانية. أعزائي الطلاب، تعلمنا في هذا الدرس إضافة عنصر جديد للقائمة باستخدام الدالة append، حذف عنصر محدد من القائمة باستخدام الدالة remove. ونكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.